الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير ما يسمى دالة الإنتاج المتعالية اللوغاريتمية، Translog Production Function. طبعا Translog هي تتكون من كلمتين، Transcendent أو Transcend، أوكي، ولوغ لوغاريتمية، فترانسيدنتال Transcendental Logarithmic Production Function. إن شاء الله أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم جميعا أحبة الطلبة والمتابعين. إن شاء الله على بركة الله نبدأ. الآن يستخدم بعض الباحثين في الإنتاج ما تعرف كما ذكرت بدالة الإنتاج المتعالية اللوغاريتمية، Translog Production Function أو Transcendental Production اللي هي Log Transcendental Logarithmic Production Function، وهي من الشكل الآتي. هذا الشكل يبدو أنه معقد لكنه بسيط بالتطبيق. هو عبارة عن الآن في الطرف الأيسر من الدالة اللوغاريتم الطبيعي لكمية الإنتاج، ممكن تكون الجي أم بي، الجي دي بي الناتج المحلي الإجمالي، أو كمية الإنتاج لمجموعة من منشآت أو لمنشأة واحدة لكن على مدار يعني فترات زمنية، تساوي هذه نقطة تقاطع بيتا نوت زائد الآن حاصل الجمع من آي واحد لأن، حيث الآن أن هو عدد المدخلات الإنتاج. الآن سأعرفها، زائد الآن طبعا من I equal 1 بالحالة هي I equal 1، فبيتا الآن ممكن تأخذ قيمة 1 2 3 إلى N مضروب في اللوغاريتم الطبيعي لمدخل الإنتاج X sub I، I حيث يكون 1 2 3 إلى N، زائد الآن نصف في المجموع مرتين بالحالة هي من I تساوي 1 لN، وتبدأ من J تساوي واحد لأن، يعني حاصل جمع مرتين لبيتا اي جي في مضروب الآن، يعني حاصل ضرب اللوغاريتم الطبيعي للمدخل الإنتاج اكس اي مضروب في اللوغاريتم الطبيعي لمدخل الإنتاج اكس جي. الآن سأبين بعد يعني بعد قليل شو المقصود وكيف يتم فكفكة هذا يعني الشكل المعقد من الدالة. هنا الآن مدخلات الإنتاج بكل أنواعها، عمالة، رأس مال، مواد خام، وهكذا. يعني أكس الآن ممكن تكون أكس الأولى عمالة، أكس الثانية رأس مال، أكس الثالثة وهكذا مواد خام وهكذا، زائد نصف الآن هو عبارة الآن كل هذه الدالة هي عبارة عن تعميم لدالة كوب دوغلاس. الآن لنفترض بأنه فقط هناك فقط الآن مدخل إنتاج العمالة ورأس المال، يعني ليبر وكابيتال فقط. فالآن لنفترض كما ذكرت بأن مدخل إنتاج هي العمالة، المدخلات الإنتاج ورأس المال كي فقط، فإن شكل الدالة يأخذ ما يلي الآن اللوغاريتم الطبيعي لكمية الإنتاج تساوي نقطة تقاطع بيتا نوت زائد بيتا واحد في اللوغاريتم الطبيعي ل زائد بيتا اثنين في اللوغاريتم الطبيعي لكي اللي هو طبعا هنا العمالة هنا رأس المال، زائد نصف الآن لاحظوا النصف هنا نصف في بيتا 3 المعامل الثالث في مربع اللوغاريتم الطبيعي لكمية العمالة، زائد نصف في بيتا 4 في مربع اللوغاريتم الطبيعي لرأس المال، زائد الآن بيتا 5 في حاصل ضرب اللوغاريتم الطبيعي لL مضروب في اللوغاريتم الطبيعي لK. الآن كيف حصلنا على هذه؟ هاي الآن بيتا 1 وبيتا 2 من هنا عوض، لأنه افترضنا بأن هناك فقط عاملي إنتاج مدخلي إنتاج العمالة ورأس المال، فآي بتساوي واحد واثنين وأن تساوي اثنين بالحالة هاي، إذا آي مرة واحد والثاني اثنين، وبالتالي بيتا ون في اللوغاريتم الطبيعي للمدخل الأول اللي هو العمالة زائد بيتا اثنين في اللوغاريتم الطبيعي إلى العامل الثاني المدخل الثاني اللي هو كابيتال، زائد الآن نصف هذه نصف لحظة بيتا ثري، إذا تشابهت الآن آي تساوي جي، وبالتالي الآن بصير عندي هنا اللوغاريتم الطبيعي في اكس واحد مثلا مضروبة في اللوغاريتم الطبيعي إلى اكس واحد، وبالتالي بصير عندي مربع بما أنه تحدثنا فقط عن العمالة إحنا ورأس المال، فإذا تصبح الآن نصف في بيتا ثري مضروب في اللوغاريتم المربع اللوغاريتم الطبيعي إلى ال، وهنا الشيء ذاته هنا اللي هو زائد نصف في اللوغاريتم بيتا فور اللي هي المعامل الرابع في مربع اللوغاريتم الطبيعي إلى كي، زائد الآن إذا اختلفت الأرقام هذه واحد وهنا كانت اثنين أو هون تساوي اثنين واحد، وبالتالي تساوي بيتا فايف في حاصل ضرب اللوغاريتم الطبيعي للعمالة في اللوغاريتم الطبيعي لكي زائد طبعا الخطأ. أوكي؟ هذه الآن من هنا
وهذه القيمة من هنا، أي فسرناها يعني. الآن بالنسبة لمرونات مرونة الإنتاج بالنسبة لمرونة الإنتاج نسبة للليبر والكابيتال العمالي ورأس المال، فهما كما يلي. الآن مرونة الإنتاج بالنسبة للليبر إبسلون صب ال تساوي بيتا 1، هذه بيتا 1 زائد بيتا 3 لكن مضروبة في، طبعا هاي عندما نشتقها الآن تصبح 2 مضروبة في نصف واحد صحيح، ويبقى عندي هذه في مشتقة ال طبعا قسم على ال مشتقة ال، وتساوي بالحالة هاي الإلاستيسيتي يعني تكون النتيجة النهائية لها بيتا 3 في الناتشرال لوج ال زائد بيتا 5 في الناتشرال لوج كي. والآن مرونة الإنتاج بالنسبة للكابيتال تساوي بيتا 2، لاحظوا هنا بيتا 2 زائد بيتا 4 هنا مضروبة في اللوغاريتم الطبيعي لك زائد بيتا 5 في اللوغاريتم الطبيعي لأل. كي نتابع الآن مثال جمعت البيانات الآتية من عمليات إنتاج منشآت لخمسة وعشرين منشأة. كي الآن هذه المنشآت من الأولى إلى الأخيرة وطبعا رتبت تصاعديا، هذه كميات الإنتاج، هذه الآن الليبر الذي وظف فيها، وهنا رأس المال الذي وظف بها. فحولت البيانات كما يأتي الآن، لاحظوا لي هنا واللوغاريتم الطبيعي لكمية الإنتاج، اللوغاريتم الطبيعي لكميات العمالة، اللوغاريتم الطبيعي لكميات رأس المال، والآن هنا نصف مربع اللوغاريتم الطبيعي للعمالة، وهنا نصف مربع اللوغاريتم الطبيعي لرأس المال، وهنا حاصل ضرب اللوغاريتم الطبيعي للعمالة مع اللوغاريتم الطبيعي لرأس المال. نتابع. كانت نتائج التقدير كما يأتي. الآن هذه النتيجة اللي هو اللوغاريتم الطبيعي لواي الكلها طبعا مقدرة تساوي 2.85345 زائد 1.209455 في اللوغاريتم الطبيعي لأل سالب الآن 0.89052 لوغاريتم الطبيعي لكي زائد نصف هذه القيمة في مربع اللوغاريتم الطبيعي لكمية العمالة زائد الآن نصف هذه القيمة في المربع اللوغاريتم الطبيعي لكي سالب الآن 0.24733 لحاصل ضرب اللوغاريتم الطبيعي الليبر في اللوغاريتم الطبيعي للكابيتال ار سكوير 99.8 بالعشرة. هاي الآن بعدما شربنا يعني الآن اختصرنا هذه نصف هذه ونصف هذه، فكانت النتيجة النهائية كما يلي. ان اللوغاريتم الطبيعي لواي تساوي هذه القيمة، هاي الآن بيتا هاي نوت بيتا الأولى، الآن بيتا الثانية بيتا الثالثة بيتا الرابعة بيتا الخامسة، بعد طبعا ما يعني اختصرنا نصف هذه القيمة ونصف هذه القيمة. الآن مرونة الإنتاج بالنسبة للعمالة هي بيتا 1 زائد بيتا 3 في الناتشرال لوج في ال زائد بيتا 5 في الناتشرال لوج في كي، وبالتالي تساوي 1.204455 زائد 2 في هذه القيمة الآن نصف بعد ما نأخذ الآن مربع، لاحظوا لي هنا مربع وهنا مربع، عندما نشتق الآن تصبح 2 في هذه القيمة، وهذه عندما نشتق تصبح 2 في هذه القيمة، ويبقى عندي داخل على الطرف الأيمن هنا ناتشرال لوج اوف ال سالب الآن هذه القيمة لأن هذه هنا سالب، وبالتالي في هذه تذهب ويبقى عندي ناتشرال لوج اوف كي، أي أن المرونة متغيرة مع الناتشرال لوج، سبحان الله تعتمد الأون المرونة على هذه مع هذه. أما مرونة الإنتاج بالنسبة لرأس المال فهي كما يلي، وهي متغيرة الآن مع الناتشرال لوج في كي مع الناتشرال لوج في ال سبحان الله. أما العائد الآن على الحجم فهو حاصل جمع مرونات الإنتاج، إذا نجمع هذه المرونة مع هذه المرونات تعطيني الآن ما يسمى بال return to scale اللي هو العائد على الحجم. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة لكم جميعا أحبة الطلبة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.